ما معنى قوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج؟ والآية الثانية ليشهدوا منافع لهم. ويقول ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم الحج عرفة؟ أفتونا مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، يقول الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة الميقات الزماني للحج، وهو الأشهر المعلومات التي ذكرها الله جل وعلا في هذه الآية: شهر شوال وشهر ذي القعدة، 10 أيام من ذي الحجة، فمن أحرم في هذه الفترة قد أحرم في أشهر الحج، وينعقد إحرامه بالحج بإجماع المسلمين. فمن فرض فيهن الحج، يعني من أحرم بالحج في هذه الأشهر المذكورة، فإنه يجب عليه أن يتجنب الرفث وهو الجماع ودواعيه، لأن ذلك محرم على المحرم، والفسوق وهو المعاصي، وإن كانت المعاصي محرمة على المؤمن دائما إلا أن يستد تحريمها وإثمها في حالة الإحرام، والجدال وهو المخاصمة، لأن المخاصمة تفضي إلى أمور محذورة من الأقوال والأفعال وتوضر الصدور وتشغل عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فلهذا نهي عنها، إلا إذا كان الجدال لأجل إحقاق حق وإبطال باطل، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وجادلهم بالتي هي أحسن، ويقول: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. أما إذا كان الجدال لغير بيان الحق ونحذ الباطل، فإن المسلم منهي عنه في كل أحواله، ولا سيما في حالة الإحرام. هذا ملخص معنى الآية الكريمة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ليشهدوا منافع لهم، فهذا جزء من قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، يشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. بين الله سبحانه وتعالى الحكمة في مشروعية الحج، وهي ليشهد المسلمون منافع، أي ليحضروا هذه المنافع في الحج، وهي منافع دينية ومنافع دنيوية، ولم يحددها الله سبحانه وتعالى لأنها كثيرة. وهذا دليل على أن الحج فيه خيرات كثيرة ومنافع عظيمة للمؤمن في دينه ودنياه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فمعناه أن الوقوف في عرفة هو الركن الأعظم من أركان الحج، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، لأن الدعاء من أعظم أنواع العبادة. وليس معنى ذلك أن الوقوف بعرفة هو الحج كله، بل هناك أعمال أخرى للحج وأركان وواجبات للحج وسنن، ولكن هذا من باب بيان أهمية الوقوف بعرفة وأنه هو الركن الأعظم من أركان الحج. والله أعلم. بارك الله فيكم.